هادشي اللي كندير فيه وكنطمحوا شي حاجه للامام ان شاء الله باذن الله. بغيت نسولك شكون اللي كيلبسك، شكون اللي كيعتني بيك، شكون اللي كيطيب ليك؟ وحدتي المرأة الكريمة كتقدر تلبس، تخرج، تطيب، كلشي تقدر دير بوحدك. أيوا الناس كتعيش حياة طبيعية، ماشي أن ما عندكش عينين. العينين راه ما يمكنش إلا ما كانش عندك العقل، واخا يكونوا عندك عينيك راه ما غاديش تعرف تخدمهم، ولكن العقل هو اللي كيلعب دور. نقول لها يعني كملي وما توقفيش، نضمن يعني الظروف والمصاعب، ولكن بقاي قويه وان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا لشي حاجه محسن. انا معكم نزيها كفيفه، كنكمل الدراسه لانني بحكم انني كنت توقفت منذ الصغار في سادس ابتدائي، وكنكمل دابا الدراسه. خديت العام اللي فات سادس ابتدائي، شنو العام الجاي نعمل كاتريام، وكنتمناو التوفيق. هذا ما كان و او مين طونت يعني كنعيش في مدينه غريبه باش نقدر نكمل قرايتي. كان نعمل كوميرس البيع والشراء في الشارع باش نقدر نكمل قرايتي. طبعا الحمد لله فخوره بهذا العام اللي كتكون فيه. الحمد لله انا فخوره بهادشي اللي كندير فيه وكنطمحوا شي حاجه للامام ان شاء الله باذن الله. نورمالمون خانا يعني بزاف ديال الحوايج كنتعرضوا ليها، ولكن الحمد لله معنا ما نديرو بزاف د الحوايج، يعني الصراعات، نظره ديال المجتمع، كاين اللي كيشوف فيك نظره خيبه، يعني كيعتبرك انك يعني يعني غير سعايا جالسه هنايا. ولكن حنا كما كنشوفوك انت ماشي سعايا، طبعا هادشي، ولكن العقليه ديال الناس الله يهديهم الله يهديهم. هذا ما كان الله يهديهم. تنمروا الناس كيتنمروا بزاف، كاين تنمر، كاين بزاف د الحوايج، كل واحد كيفاش كيشوف فيك. شنو كتبغي تقولي لهاد الناس اللي كانوا فاس معاك؟ شنو بغيتي تقول لهم مباشره؟ كنقول لهم الله يهديكم على انفسكم، يعني ما عندنا ما نديروا، يعني حنا كنستعمل الكوميكس بحال بزاف ديال الناس. هادشي كامل باش تلبي الحاجيات ديالك؟ باش نلبي الحاجيات ديالي. باش نقرا؟ لان الظروف ديالي يعني ما خصني باش نكمل قرايتي، يعني خاصني نستعمل العمل ديالي. شنو هما المطالب ديالكم وكانت موفره لكم مثلا كتقدروا تعيشوا وكانت موفره لكم المطالب ديالكم؟ كنا غنعيشوا مزيان حنا في البلاد ديالنا، ولكن ما عندناش الحقوق ديالنا للاسف. كنطلبوا غير الحقوق ديالنا، لا اقل ولا اكثر، غير الحقوق ديالنا. حق في الاطخام، الحق في الاوتوبيس، الحق في التران، كنتعرضوا من الكونترول، يعني الاهانات، بزاف د الحوايج. كنطلبوا بالحق ديالنا، يعني على الاقل يعني الشهريه ديالنا، المنحه باش نقدروا نكملوا دراستنا وباش نخدموا. شي كنطالبوا به. شنو عايشه بوحدك؟ عايشه مع العائله ديالك؟ لا، عايشه بوحديتي بالحكم لان ماما وبابا مشوفين، يعني مستاجره هنايا وكنعيش هنايا. نعم. شكون اللي كيعتني بيك؟ وحديتي وحديتي المراه الكريمه كتقدر تلبس، تخرج، تطيب، كلشي تقدر دير بوحدك. ايها الناس كتعيش حياه طبيعيه، ماشي ان ما عندكش عينين. العينين راه ما يمكنش الا ما كانش عندك العقل، واخا يكونوا عندك عينيك راه ما غاديش تعرف تخدمهم، ولكن العقل هو اللي كيلعب دور. رسالتك للمراه المغربيه بخصوص كفيفه؟ كنقول لها يعني كملي وما توقفيش، نضمن يعني الظروف والمصاعب، ولكن بقاي قويه وان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا لشي حاجه محسن. كنطالب من المسؤولين يطرقوا ويلتفتوا لهذا الشيء اللي الاتجاه ديالنا وهذا الشيء اللي كنتعرضوا ليه. وشكرا، كنتمنى. امنيه ديالك؟ امنيه ديالي. شنو الامنيه ديالك في الحياه بغينا نعرفوها؟ امنيه ديالي في الحياه كنسجل ولا ما؟ لا كنسجل، انا كنسجل.
امنيه ديالي يعني نكمل قرايتي ونخدم ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى اننا تعطانا الحقوق في البلاد ديالنا هي اول حاجه. كفايه تهميش، كفايه عينه، والله حتى عينه. كنت كنتمنى تزوجي وديري اسره. كنتمنى ولا كتب باذن الله. ايوا اللي كيف بغيتي يكون الراجل ديالك؟ المواصفات ديال الراجل ديالك كيف بغيتي يكون؟ المواصفات ديالو يكون انسان مزيان، متدين، متخلق، هذا ما كان. قال لي حنا عين نشوف فاطمه اش نقول لك حنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.